متواصلين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية. نبدل الاختصاص نحكيو على الفنون الرياضات القتالية. اللاعب والبطل التونسي حمزة حمري باش يخوض في الأيام القادمة نزال قوي جدا، راح يحكي عليه هو أكثر بأكثر تفاصيل. معنا بالتليفون حمزة. حمزة أهلا بك. أهلا بك أكيد صباح. الحمد لله يا أخوي، شنو أمورك أنت؟ والله الحمد لله لاباس. باهي، أعطينا أكثر تفاصيل أنت حمزة باش نفهموا شنو هي الحكاية، شنو هي النزال هذايا، وين في إطار شنو، أعطينا التفاصيل الكل. النزال هذايا هو الثاني ليا، لعبت النزال الأول في 2017، هذا يتسمى ثاني نزال عندي. وال إن شاء الله مش يصير في أبو ظبي، باش تعدي معناتها قنوات أبو ظبي الثانية. كي باش نربح معناتها عندي شانس اكثر باش نوصل للاتي البطوله العالميه المعروفه. قلت لي في 2017 النزال الاول، عاش الفتره هذه الكل باش جاني النزال الثاني باش نفهموا الساعه. انا بديت بالجيدو، لعبت جيدو من الاول، قعدت نلعب برشا كومبيتيسيونات افريق وحتى معناتها محليا. تضربت في كتفي، بقيت معناتها بريود، بقيت عام ترانيتش ورجع في كتفي، فهمتني؟ سبا معناتها رجع كتفي في 2017، رجعت معناتها نلعب في الكومبيتيسيونات، وبذي بديت نحضر لها معناتها، بقيت 3 سنين نحضر اللعبه هذيا، خاطرها كيما قلت لك لعبه برو، ولازمتك تخرج معناتها قدام العباد في احسن صوره، مش خاطر باش تمشي تشارك وتروح فيفا، فهمت؟ لازم تخسر. خاطر بلا هنا تشرف بلادك انت. حاضر اليوم ان شاء الله. انت تو خذيتني من لونتريمون ديجا، مازلت توك دخلت الدار. نترينا 3 مرات في النهار، لعين بيا 3 كوتشوات، كل واحد في اختصاص نتاعو، وصبا معناتها حاضرين ان شاء الله. الاختصاص شنو بالضبط حمزه هو يتسمى؟ هذه فنون قتاليه مختلطه. معناتها نلعبوا في كيج في وسط الطاقة، ومسموح بكل شيء معناتها الأنواع متاع الضرب الكل، بوكس، جرابلينك، جوجوتسو، جيدو، كل شيء موجود، فهمتني؟ أما بالقوانين. الحقيقة الحقيقة حمزة أنا باش نكون واضح معاك ما عنديش فكرة كبيرة عليها شنو هي السبور هذايا، حتى نصور حتى برشا من المستمعين ما يعرفوش. فسر لنا أنت شنو بالضبط، كيفاش نجمو تضربوا، كيفاش وين الضرب، شنو مسموح به، شنو ولا؟ ما فيها خاطر انت ما تعرفوش والناس ما تعرفوش. ما فماش في تونس يعني حتى اللي باش يمشي يشارك خرج من تونس. ما عندناش منه جمله معناها. وتعرفت معناتها اللعبه باللي سي اكثر منظمه معناتها عالميا، ولت فما فايتر معناتها تونس يمشوا يخرجوا يشاركوا لبرا معناتها على جيب نتاعهم. واللعبه كما قلت لك تشمل الانواع نتاع ضرب الكل، تنجم بالسيق بالبوكس كل شيء. اما بالقوانين ما تنجمش تضرب ورا راس وحاجات، فما حاجات ممنوعه فاهمني؟ حاجات اللي تعمل لك اختار هذيك ممنوع. فهمتك. باهي، قلت نجمش تضرب ورا راس، شنو اخر ممنوع مثلا باش نفهم؟ ممنوع ما كيما قلت لك ضرب، فما ضربات زاد من تحت الحزام هذاك ممنوع، كيما اي سبور. اما فما حاجات ممنوع، فما اربيتراج زاد اللي يحكم فاهمني، خاطر مش لعبه مثل كيكه في الناموته. وديجا معناتها بعض رجال الاعمال يجي الاتليت معناتها اللي هو الام ام اي فايتر يخلص اكثر من اللي من اي واحد، حتى يخلص اكثر من الجوار نتاع الفوت. احكي لك يوصل للنيفو نتاع اليو اف سي. معناها يتبناوه يولي سبونسور على نتاعو ولا كيفاش بالضبط؟ السبونسر نتاعو هو يجيب سبونسرات واحد نتاعو. اما اكثر كي توصل اليو اف سي معناتها تولي تلعب حتى بالمليار ولا فوق المليار، فهمني؟ كيما كونور توا يخلص تقريبا 43 مليار على الكومبار، وكي يدخل الكيج مازال ما تضربش ابار السبونسر نتاعو، مازال ربح لا خسر هذايا، مازال ما ربحش، ثم يحط ساقيه في وسط الكيج زوالي مسكين. القفص معناتها. باهي، ودي ماشي لها انت توا هذه، شنو فيها فلوس مثلا؟ هذه والله كي نربح معناتها في الزون تاع 20 24 فك في الزون هذيك. 24 شنو؟ اما كيما قلت لك 24 مليون، اما كيما قلت لك مش مشكلة فلوس، مشكلة كي لازمتني نوصل للاف سي
نقعد في النيفو نتاع اليو اف سي، خاطر مش نولي نلعب على النيفو عالي على الاخر فاهمني، خاطر جماعه اليو اف سي يترانيو في امريكا في برشا بلايص. نزال واحد عندك هكا، نزال واحد عندك، نزال واحد كي تربحوا معناها تطلع اليو اف سي هكا؟ لا مش كيما هكا تطلع اليو اف سي، اما قلت لك كيما قلت لك عندك شانس باش تقرب اليو اف سي، خاطر الرئيس نتاع اليو اف سي دانا وايت يكون موجود في ابو ظبي معناتها يتفرج في المنظمه هذيا، يكون حاضر يعين الجوارات الباهيين ويختارهم. لو كيما الشهر اللي فات هز برشا الفايتر معناتها عرب فهمت وخرج، فهمت تاني. انت وشنو باش تعطي غادي؟ هكا شنو سلام؟ قلت لك انت وشنو باش تعطي غادي؟ شنو باش تقدم؟ انت وشنو تعطي؟ كيما قد ما تترين يا سلام، كل ما تترين اكثر كل ما تلقى حظك اكثر فاهمني، خاطر في وسط الفايت راسك راسه ثم ضربك هو يا سلام. صعيبة معناها؟ والله صعيبة على اللي يتفرج يا سلام، مش معناتها على الواحد اللي مستانس. اذا كان مستانس عادية معناتها كانك في بارتين تاع فوتو حاجة كيك حاجة عادية يا سلام مستانس. اي باش واضح. بيه شو تحب تضيف حمزة؟ والله يا سليم حبيت نضيف الدولة تتلهي بالاتليت الموجودين في تونس ويطلعوا خلي تصير جامعة، ينظموا جامعة تتلهي بالعباد، خاطر بالحق عندنا برشا قطعات وان شاء الله نلقاو الدعم هذا يا سليم. قاعدين تسعوا باش تعملوا فيديراسيون؟ قاعدين يسعوا اي باش يعملوا، اما ان شاء الله ان شاء الله الدوسيات مازالت محطوطة عند الوزارة وما زال نستنى. اي شنو الإجابة كانت؟ شنو تفعلها؟ والله هما في نورمال ما موافقين، أما ما تعرف أنت الظرف هذا نتاع الكورونا وفازت مازال معناتها قاعدين ينضدوا في الموضوع، أما إن شاء الله يا سلام. ديما نقول إن شاء الله. باهي وقتاش تسمع معناتها فما زاد ألعاب فردية مش يلاقي راحة في تونس. صحيح. في تونس لاعبين بالفوت بالتنس حاجة كيف يا سلام. به الموعد وقتاش؟ عاود ذكرنا مثالش حمزة ان شاء الله في ابريل. تحدد الدات ولا مازال؟ مازال الدات مش مكونفيرمي، هذاك علاش ما نحبش نعطي دات معين، اما في ابريل متاكدين عليه في ابريل ان شاء الله يا سلام. مش نقدموا احسن تقديم معناتها الفايت هذا. والموعد اللي يحبوا يتفرجوا بطبيعه على قناة ابو ظبي هذه، على قناة ابو ظبي لايف تتعدى. يعطيك الصحة اخويا، بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله تشرفنا في البطولة هذه ونشوفك متألق ان شاء الله. ان شاء الله يا سليم. شكرا للبطل، ما سمعتكش. عايش خويا يا سليم. واضح. ربي شكرا حمزة حامد البطل التونسي. ان شاء الله رياضة جديدة ما عندناش عليها فكرة برشا في تونس، ان شاء الله في الايام القادمة نتعود عليها اكثر مع حمزة الحمري، يكون معنا في مواعيد قادمة ويكون متألق ان شاء الله بعد البطولة هذه. فاصل الاخبار ثم مواصلين.